السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نهضروا فيه ان شاء الله على الطريقه باش تاخذ البيي دافيون ديالك ارخص ثمن. الوغ في هذا الفيديو هذا غنحاول نهضر على اربعه ديال الافكار برينسيبال ولا كاتر دي برينسيبو. الفكره الاولى هي كيفاش غادي يمكن لك دير لا ريغيرش ديال الفول ديالك. ثاني حاجه كيفاش غادي يمكن لك تفاليدي داك لوفول ديالك وشنو هما لي جوغ اللي عندك فيهم لافونتاج يعني تقدر تلقى شي ثمن قل من الاخرين. يعني هادو كاع ديال زاستوس اللي غنحاول نهضر مع فيهم في هذا الفيديو هذا. الوغ اول حاجه واللي هي واحد الحاجه مهمه جدا هي انك خاصك ملي تكون كتقلب على الفول ديالك خاصك تكون كتنافيغي اون بريفي. شنو هي اون بريفي؟ يعني ما كتعطيش لا مان ولا اليد لهذوك الشركات ديال الطيران باش يدخلوا لك في البي سي ديالك ولا في التليفون ديالك ما يسمى بلي كوكيز، يعني واحد المعلومات اللي تيكونوا مخبين في البورطابل ديالك اللي كياثروا على الثمن ديال البيي. هادشي سا اكزيست مالوغوزمون، ماشي ليغال ولكن كيديروه هاد الشركات هادو. يعني كيفاش زعما هادشي؟ يعني انت ملي كتبدا تقلب مثلا كازابلانكا مدريد، طابيتيها المرة الثانية، طابيتيها المرة الثالثة، الثالثة صافي، هما كيسجلوا عندهم هاد السيد هذا راه انتيريسي بهاد لو فول. يعني انت ملي غتبقى تقلب غيبقاو ديما دايرين لك واحد الثمن اللي طالع، تاخذ التليفون ديال صاحبك تقلب منه غتلقى واحد الثمن مغاير على ديالك. كيفاش كتفسر هذاك الشيء بلي كوكيز؟ الوغ انا غادي نوريكم واحد تيتو خفيف فيه كيفاش تقدر تنافيكي في التليفون في البريفي. حتى في البيسي راه نفس القضية، خاصك كيفاش تنافيغي بريفي على حساب شنو كتستعمل كوم ابليكاسيون ديال النافيغاسيون. تقلب على لا روبريك بريفي باش ما تعطيش الحق لهاد الشركات هادو يحطوا لك لي كوكيز، وهكا غادي تاخذ واحد الثمن اللي هو اقل. يمكنكم الدخول للمواقع عن طريق الخاص بوضع هاد العلامه هادي زائد ان هكذا، فهكذا كتدخلوا الموقع عن طريق الخاص، وهاد بهاد الطريقه هادي ما كيدخلوكمش لي كوكيز. بالنسبه للهاتف يمكنكم الدخول البريفي او الخاص بهاد الطريقه هادي، هكا يمكن لكم ديروا لا ريغيرش ديالكم. مثلا ثاني حاجه اللي حتى هي مهمة جدا، شنو هما الايام اللي عندك فيهم لافونتاج انك تاخذ البي ديالك رخص في الانترنت؟ كنهضر في الانترنت، هو نهار 3 ولا 4 جاو واحد اليومين اللي وسط السيمانه اللي ستاتيستيكمون بارلون يعني بلغه الارقام قليل الناس اللي كيمشيو يقلبوا على البي في هاد الايام هادو. وبيسكو هذاك لوجيسيال اللي كيجيري لي ريزيرفاسيون هو واحد لوجيسيال اللي رقمي يخدم بواحد الالغوريثم. يعني انت ملي غادي تمشي نهار 3 غادي يكون اصلا لو فلو ديال يعني العدد ديال الناس اللي كيكليكيو في هذاك لو سيت اصلا هابط، وهو كي ادابتي البري بحال قلتي لا لوا ديال لوفر ولا دوموند، يعني الطلب و لوفر ولا دوموند، العرض والطلب. فوالا نهار 3 ونهار 4 هما مزيانين، وحاولوا ديروا نهار 3 ونهار 4 اللي كيكون خدام يحاول يلقى شي وقيت في لابوز ولا شي حاجه يحاول يقلب يقدر يطيح في شي اوفر مزيانه، حتى في هذوك الساعات المتاخره ديال الليل. يعني الا حاولتي مشيتي مع الجوج مع الثلاثه ديال الصباح راه لو فليك كيكون نازل، وهكا كيكون عندك بلوس دو شونس انك ديكروشي واحد البي بواحد الثمن اللي هو زويون. ثالث حاجه ما خاصكش تستعمل غير ابليكاسيون واحده ولا تطبيق واحد باش تلقى البي ديالك، خاصك تستعمل عده تطبيقات ودخل لعده سيت دي سيت، دخل لعده مواقع باش يمكن لك تقطع هذا البي ديالك بواحد الثمن اللي هو مزيان. انا غادي نحاول ندير واحد لا ريغيرش نشوف شنو هما احسن لي سيت اللي يمكن لك تقلب فيهم اللي كيديروا لك مثلا الكومباريزون ما بين لي بي. الوغ الحاجه الاخيره اللي بغي نقول لكم هي قبل ما تفاليدي داك البيمون ديالك، يعني قبل ما تاكد الشراء ديالك ديال هذاك البيي خاصك تاكد بان داك السيت اللي نتايا باغي تاخذ منه
سيكوريزي يعني مؤمن، باش يمكن لك تعرفو كتكون واحد العلامه الفوق على شكل قفل اخضر ومكتوب حداه واحد الكتبه. انا غنحاول نخليها لكم في الفيديو باش تعرفوا على هذاك لو سين. وحاجه اخرى هي انك خاصك ضروري تقرا بتمعن دوك المعلومات اللي خشيتي في داك لو سيت قبل ما تفاليدي. يعني كتشوف السميه ديالك هي اهم حاجه، خاصها تكون مكتوبه يعني مزيان، اسم ديالك، معلومات شخصيه ديالك. وكتحاول تشوف واحد القضيه، حقاش كاينين في بعض الشركات كيكونوا كيديروا بعض الامور اللي هي ما مزياناش، يعني كيدخلوا لك شي اسيرونس ولا شي حاجه كتكون زايده مثلا 5 اورو 6 اورو، كتزاد لك مصاريف انت ما محتاجش لها. كتحاول تراجع هذاك الشيء، الا كان شي اسيرونس ولا شي حاجه كديكوشيها كتحيدها، وكتشوف في الاخر كتشوف الثمن اللي خاصك تخلص في الاخر. ديك الساعه يمكن لك تقتني البي ديالك سون اوكان بروبليم. بالنسبه للمواقع المؤمنه بحال جوجل فكيكون عندهم هذا القفل هذا اخضر سيكوريزي، وكتكون هذه العباره بالاخضر HTTPS، فهذا يعني ان السيت مؤمن بلوز او مو. وبهذا غادي يكون سهل الفيديو ديالنا ان شاء الله. ما تنساوش ديروا جيم ابوناو، واللي عنده شي سؤال يخليه في كومونتير، الا قدرت نجاوب عليه انا بيرسونيل مورا غادي نجاوب، الا ما قدرتش نجاوب عليه راه الا قراه شي واحد اللي تفرج في الفيديو عنده الجواب لهاد لا كيسيون يجاوب باش كلشي يستافد، ونبقاو غاديين في هاد لاشين بهاد الطريقه هادي. شكرا لكم، كنبغيكم بزاف.